أهني كل المنتصرين وزملائي أيضا مستعدين لانطلاقة هذا الشوط، ولكن الجو جو غيم وجو أيضا تعليق وأجواء ممتعة داخل سيارة النقل والتلفزيون. أتواصل مع حضراتكم بالوصف والتعليق على مجريات هذا الشوط الذي يحمل أيضا في طياته مجسم حجن الرئاسة والتسعيرة الخامسة المستمرة شوط القعدان ومقدمة الشوط والمركز الأول. يتقدم مع طوفان عبد الله بن سعيد بن بروك الحميري، هو المقدم لطوفان الطوفان على المراكز الأولى، بينما المركز الثاني القادم هنا في هبتي والمنطلق مع ثاني المراكز يتواجد هنا عرب سعيد بن محسن بن فلاح الهاجري، مقدم لنا عرب المركز الثالث. القادم هنا شرط يأتي مع المركز الثالث، إبراهيم بن سالم الدرعي مع المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم خوف لمسلم بن أحمد بن حسن العامري، بينما المركز الخامس وصل أبشر محمد بن صالح بن نصره العامري الخبير في التسعير، يتقدم مع أبشر ورجل المفاجآت والعودة إلى مقدمة الشوط. المركز الأول المسيطر مع مقدمة الشوط في هذه اللحظات، واللي سيطر واللي هو طوفان مع المركز الأول في هذه اللحظات. يقود طوفان ويقودنا في هذه اللحظات ويقود هذه المجموعة عبد الله بن سعيد بن بروك الحميري. طوفان بينما المركز الثاني الواصل في هذه اللحظات من يحمل الرقم 40 يتقدم، يبي يسوي كما فعل على بن 70. من يتقدم مع الرقم 40 خوف مسلم بن احمد بن حسن العامري مع المركز الثاني. المركز الثالث القادم في هذه اللحظات مع أبشر يتقدم بالنصرة محمد بن صالح بن نصر العامري، ولكن اللي وصل اللي انضم اللي تقدم شاهين سعيد بن مطر الرميثي، أمطرهم يا الرميثي، ولكن اللي تحرك اللي انطلق العابر راشد بن سيف بن ريو المنصوري. المنصوري راح بن ريو، راح بن ريو، هذا اللي يعشق الرموز، هذا اللي يعشق الفوز، هذا اللي يعشق النواميس مع الأجواء الجميلة الأجواء المغيمة. وانت مطر، انت مطر اللي تبني ريو يا بني ريو، ولكن أرى سحابة، سحابة يا كبرها قادمة مع المركز الثاني مع مستحيل محمد بن سعيد بن علي المري، ولكن بني ريو بني ريو بني ريو راح إلى الناموس، راح إلى الفوز، راح إلى الانتصارات مجسم حجن الرئاسة. وسلام يا الفقع سلام، ومشكور يا هادف على اقتناص الفوز والرمز والانتصار. تهانينا لمن قدم هذا البطل في هذا المساء الجميل، من قدم لنا العابر الذي عبر إلى الناموس واختطف الناموس، راشد بن سيف بن ريو المنصوري، هو اللي شال الرمز، هو اللي شال السيارة، هو اللي شال الناموس، هو اللي أخذ التوقيت الزمني الأفضل حتى هذه اللحظة ما بين أشواط الرموز. المركز الثاني اللي وصل مع المركز الثاني، ولكن قبل أن أذكر المراكز الأخرى من المركز الثاني إلى المركز الخامس، بني ريو شو اللي سويته يا بني ريو، شو اللي سويته في هذا المساء؟ التوقيت الزمني 5:54 من الثانية، هذا العابر اللي عبر الناموس اللي عبر حتى على التوقيت الزمني
ثمني مجسمي هجن الرئاسة والتسعيرة الخامسة بينما خمس دقائق وستة وخمسين وجزء واحد من الثانية هو التوقيت الزمني لمن يحمل المركز الثاني ويحمل الرقم 51 مستحيل محمد بن سعيد بن علي الجربوع المري وثالث المراكز خمس دقائق 58 وجزء من الثانية شاهين لأحمد بن ضعيف بن سيف الشامسي ورابع المراكز من واقع شعار سعيد بن مطر بن محمد الرميتي وخامساً